بقى على الدوري المصري. الدوري المصري لازم منافسة بقى، الاهلي والزمالك مش هتتغير، عمرها ما هتتغير، عمرها هتتغير مهما دخلت انديه ومهما 15-20 سنه. ليه بقى يا كابتن؟ اي لعيب بيلعب في الانديه دي عايز يروح الاهلي والزمالك. هو يعني بس دلوقتي ممكن يخش نادي باستثمارات كبيره، بارقام كبيره، بلعيبه كبيره، تفضل الجماهيريه جماهيريه. الفلوس الفلوس ما تكسبش جماهير الاهلي والزمالك. الفلوس ما تكسبش جماهير الاهلي والزمالك، يعني ما تكسبش جماهير الاهلي والزمالك ابدا. ابدا، مهما حطيت مليارات جماهير الاهلي والزمالك تكسب حد فيهم البطوله. يعني لو معاك فلوس يا كابتن كتير ومحطوطه في جيبك كده، تروح تشتري مين؟ يعني مين اللاعب اللي تقول ادفع ده، ادفع فيه بقى اي رقم؟ ايه الاسئله دي؟ ايه الاسئله دي جايبها منين؟ الاسئله دي كلها من المنهج. لا حضرتك لو مذاكر هتروح. لا يعني جايبها منين؟ من المنهج اخر صفحه. بس حضرتك اللي ما بتذاكرش. ما وصلتش لاخر صفحه. طيب يا كابتن ده ذنب انا. طيب اقول لك لو عايز اشتري لعيبه، لعيب واحد ده انا هدفع فيه اي رقم، مين؟ طب ما نفكها كده مثلا. هو لعيب، لعيب هو لعيب واحد بس. لو لعيب واحد عايز اشتريه اشتري مصطفى محمد. مصطفى محمد. طيب لو انت بتدرب النادي الاهلي، مين الثلاثة اللي تحطهم في الملعب وتحط عليهم؟ الشناوي رقم واحد. المغربي ده علي معلول؟ لا ده علي معلول. لا 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 يقولوا لك اسمه بقى. لا 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 انا واحد. لا لا السردراك السلطان. بدر بنون. بدر. وبدر او علي، بس علي السنه دي الاصابه يمكن بعدته شويه. لكن علي من اللعيبه الاساسيه يعني. وعمرو السولية. وعمرو السولية. ولو في الزمالك مين الثلاثه اللي تحطهم وتحط عليهم الفرقه؟ احط الونش. حط طارق. حط اوباما. حط الونش طارق اوباما. اي تغيير تاني مش مشكله. ما يعني انا بقول اللعيبه اللي انا هستفيد منها. انا بكلمك كمدرب ككوتش. صح. يعني مش كمشجع. شيكابالا يلعب كام سنه كمان؟ شيكابالا يفضي نفسه السنتين ثلاثه اللي جايين. يلعب شيكابالا يلعب. هو مشغول على فكره شيكابالا لازم. بص شيكابالا ده انت بتتكلم على من احسن اللعيبه بقى اللي جت في التاريخ. شيكابالا منهم. لكن الكوره مش عايزه اي حاجه غير الكوره. يعني ما تفكرش في اي حاجه. لا يعني ما تفكرش في اي حاجه، ما تزعلش، ما تقمص. يعني كل حاجه ناقصاك عوضها في الكوره. يركز يعني. ومش تركز، يبقى انت يبقى في تحدي. يعني عايز تعمل مستقبل من الكوره. عايز تبقى احسن واحد في الكوره، عايز تاخد شعبيه جباره من الكوره، عايز تركب احسن عربيه من الكوره. فالكوره هي مفتاحك. لو ركز يلعب سنة.